يا كابتن بلال، او ايه رايك كابتن والله شريف؟ او المره اللي فاتت قلت لبلال احمد بلال او اسامه حسني، واحد فيهم. انا بقول لحضرتك، طب خلينا قبل ما نكمل كلامنا ونسترسل في هذا الكلام، خلينا نروح للاستاذ محمد عادل المشرف العام على كره القدم في المقاولين العرب، نعرف رايه برضه فيما يحدث في جدول الدوري العام المصري، ونعرف راي نادي المقاولين فيما يحدث. يا كابتننا ازي حضرتك؟ اهلا اهلا يا كابتن، واهلا بيك. شرفنا، وكل سنه وحضرتك طيب. الاستاذ عصام وكابتن بلال وكابتن مين معك كمان؟ كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف، اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس. ممتازه، وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير. دايما يا رب يا باشمهندس. يعني اولا بحييك على الفتره الاخيره، نادي المقاولين العرب عامل انجازات جيده جدا في ظل وجود حضرتك كمشرف عام على الفريق، وكابتن عماد النحاس كمدير فني على الفريق خلال الفتره الاخيره. الله يخليك، ده من ذوقك. والحقيقه الحمد لله كابتن عماد قدر يعمل حاجه السنه دي ممتازه للمقاولين العرب، ولانه مدرب محترم على خلق عاليه وعلى فنيات عاليه. هو جاهز، ونمتلك مجموعه من اللعيبه السنه دي الحقيقه عندهم الطموح ان هم يعملوا حاجه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. باشمهندس، ايه رايك فيما يحدث في الدوري العام المصري؟ عايزين نتكلم بصراحه. بالظبط. اللخبطه مش جاتش من النهارده. مظبوط مظبوط. النهارده احنا اتزنقنا في مزنق خطير جدا. وبقى لوغاريتم صعب حله ازاي؟ مده بسيطه مطالب فعلا، عشان نبقى منطقيين لازم يبقى فيه زي العالم كله بيشتغل لتحقيق البطوله للبطل او للنادي اللي هتنزل، شيء يتطلب ان يكون فيه حياه كامل ومواعيد ثابته لاداء المباريات. النهارده انت عملت مؤجلات كتير طول السنه، وقعدت تفرط في تاجيل المباريات بغض النظر عن الفرق، وده لو ما لقيتش ده يقول اشمعنى ده، وده ما لقيتش ده اشمعنى ده. وخدنا فتره طويله انا كنت بعتبر ان هناك تم تاجيلات مش عايز عدد انديه بعينها بدون داعي للمرحله اللي احنا فيها. النهارده احنا في مزنق خطير جدا، ولابد فعلا من انهاء اللعب جميع المباريات واتاحه الفرصه للجميع في وقت واحد. النهارده بتتكلم في 10 12 يوم، الزمالك متاجل له خمس مباريات. صعب تقول ان الزمالك النهارده يلعب الخمس مباريات، لانه هيلعب يوم 26 وبعد كده انت عايز تبطل ثلاثة. نعم. يعني بتتكلم في 6 و3 ايام، 9 ايام عشان النادي يقدر يلعب. لا صعب طبعا، صعب. صعب جدا. لكن اذا كنا نستطيع ان مبارياته مع الفرق اللي هتهبط تاخد اسبقيه لكم ماتشين في خلال الفتره دي او 3 بالكثير، ما اعتقدش ممكن تطلع ب3، يبقى يفضل ان يتعمل هذا الكلام وتتاخد اولويه الاول للفرق اللي بتصارع على الهبوط. لكن حضرتك ما عندكش مشكله مثلا كنادي مقاولين، وانا بتكلم في الموضوع ده فنيا بقى باشمهندس، ان انت تقعد 60 يوم تستنى مباراه بعد 60 يوم؟ انا ما اعتقدش ان انا بالذات في مباراه لتاكيد مباريات. نعم. اولا حسب معلوماتي ان النادي الاهلي ما طلبش تاكيد مباراه المقاولين. والنهارده مباراه المقاولين ومباراتي مع بتروجيت يوم 3/6، وبتروجيت احد الفرق اللي بتصارع. لكن لو انت اجلتني بقى شهرين عشان العب بتروجيت، ايوه، اعتقد ان ده شيء يعني غير مقبول. يعني انت حتى فنيا، احنا بنتكلم فنيا، ده داخل بقى على فتره راحه، وبعدين بدايه فتره اعداد، وبعدين لعيبه جديده. بالظبط. حتى هنا تجافوا الفرص وتفقده. هو مزنق صعب. لكن طب ما عندكش حل يا باشمهندس برضه من خلال ملعب الاهلي نقوله؟ ما هو الحل الوحيد يا كابتن اسلام ان الفرق اللي فعلا ليها مهمه مؤجلاتها، يعني ماتش الاهلي والزمالك في فرقه هتنزل، ممكن ده ما يتلعبش دلوقتي. لان الفرقه اللي هتنزل تاخد لان كل المؤجلات مع نادي الزمالك. نعم. فلازم الثلاث فرق اللي على وشك الهبوط يتاح لهم نادي. حسب الحقيقه ما سمعت الكلام امبارح يمكن بتركيز شويه من الحاج عامر حسين
ان هو مراعي القصه. يعني ما اعرفش انا، يعني انا سمعت امبارح يمكن في اخر الحديث مش كامل، لكن انا سمعت ان هو مراعي انه فعلا حتى اخر مباراه عملها للزمالك يا الجونه يا حرس. طب انت لو جالك يا باشمهندس محمد، انت حضرتك بقالك يعني وقت طويل جدا كمشرف عام على كره القدم، ويعني عارف الكلام ده كويس جدا، هل قبل كده حصل ان نادي المقاولين جاله ان انت بتلعب فريق او فريق اخر؟ لا طبعا، هي جديده، بس هو مسنوق لها ليه برضه؟ معلش اتفضل. لان ممكن تكون الفرق اللي هيلاعبها يعني الاثنين فرصتهم ممكن يكونوا عدوا، لان ناقصهم ماتشين يلعبوا قبل الماتش ده، فممكن يكونوا يعدوا يفضل فرقه، يبقى هي دي اللي ممكن تبقى داخله في الصعود او الهبوط. نعم، يعني هي حاله ما حصلتش قبل كده. لكن لما تشوف المعنى منها ان الفرقتين معرضين، لكن لو لعبوا ماتشينهم اللي قبل المباراه دي ممكن فعلا حد منهم يعدي، وبالتالي الثاني اللي يبقى الاقرب. ما هو طب هو هيلاعب اللي هيعدي ولا اللي استريح؟ يعني اللي هيعدي ولا اللي لا هيلاعب اللي هو لسه هيلعب اللي هو لسه ممكن ما يعديش او يعدي ده هيلعب، وبالتالي هنا يبقى حقق المساواه ما بين الجميع. انا سمعت الكلام ده امبارح، انا كنت الاول مش يعني مستوعب الموضوع، لكن لما سمعت منه امبارح لقيت ان هو ده اقرب الحلول للمزنه اللي احنا فيه حاليا، علشان نقدر نحقق العداله، وفي الوقت نفس الفرق اللي نازله تبقى نزلت والدوري اللي تحت اشتغل بمواعيده، وهيتبقى طبعا ناس ثانيه هتبقى المنتخب هتاجل مع بدايه الموسم. طيب يا باشمهندس محمد، معلش اخيرا، لو اجلت مباراه المقاولين مثلا وبتروجيت او المقاولين والاهلي، محدش عارف لسه ماذا سيحدث خلال الكام يوم اللي جايين دول، عندكش مشكله ان انت تستنى 60 يوم؟ يعني دي ما فيهاش مشكله بالنسبه لك مع المصلحه العامه والظروف اللي انا شايفها كابتن اسلام؟ الامور مش محتاجه تصعيد، لان احنا برضو لازم نبقى يعني حاسين كويس قوي ان الموسم ده كان فيه ظروف كثيره خارجه عن اراده الجميع. لكن انت حضرتك مثلا ما عندكش حل ان احنا نأخر مثلا معسكر المنتخب من يوم 6، هو المفروض يوم 6، نقعده مثلا لغايه يوم 9 ونخلص المباريات كلها والدوري كله، يخلص الدوري كله وتبقى في تكافؤ للفرص واللعب النظيف يتاح للجميع مثلا يعني؟ شوف انا حضرتك بتكلم بصراحه، يا ريت ومحدش يزعل مني. لا ما فيش زعل، زعل ايه؟ انت كده اوجدت شماعه بحاله الله لا يقدر لاخفاق المنتخب. بص يا كابتن اسلام، اتفضل. لاعب كبير قوي طبعا، وعارف قوي ان اللعيب ما بيصدق اي فرصه يقول يتحجج فيها، سوري يعني. والمدرب ما بس اذا كانت المصلحه العامه بتؤدي الى كده. نعم، اذا كانت المصلحه العامه، ما هو حضرتك بتتكلم على المصلحه العامه، اذا كانت المصلحه العامه بتودي لكده او بتقول لك انت مين اللي هيستنى شهرين، انت يعني انت مثلا المقاولين بتنافس على المركز الرابع مع المصري، خلاص؟ ايه الدوافع اللي هتديها لعيبتك خلال الشهرين عشان يتمرنوا كويس؟ هتجيب لعيبه جداد امتى؟ هتعمل ايه؟ يعني انا من وجهه نظري انا بتكلم فيها من الناحيه الفنيه مش اكتر. الكلام بتاعتك مظبوط، ويمكن مش عايز اقول لك انسى بقى لما تعمل فيا كده، لان انت عشان تأهل اللعيبه بالظبط الحاله النفسيه اللي هم فيها دلوقتي انت يعني الله اعلم دي بقى، لكن انا بتكلم انت النهارده. الحل ده ممكن يبقى واقعي جدا لو قبل اداره المنتخب هذا الكلام وما قالتش دي حجه ان لو حصل اي اخفاقات، رغم ان الثلاث ايام اللي بتقولهم دول لن يؤثروا في شيء. لن يؤثروا في اي شيء اطلاقا. انا معاك مليون المية. يعني انا معاك مليون المية لن يؤثروا في شيء. اشكرك يا باشمهندس على وجودك معانا ودايما رايك الصريح، شكرا جزيلا للمهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم في نادي المقاولين العرب. كابتن شريف